السلام عليكم ورحمة الله. سامعيني ولا؟ وعليكم السلام، صوتك واضح. حلو. طالع عندكم البي دي اف؟ حلو. طبعا انتظرنا شوية بس علشان الحضور يجون، فنبدأ إن شاء الله. بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الطالب علي العيثان، طبعا من معاكم في كلية الهندسة. إن شاء الله أنا بكون المتخصص في قسم الكهرباء أو الهندسة الكهربائية، بعدين أختي سميرة راح تتكلم عن قسم الهندسة الطبية الحيوية. فنبدأ إن شاء الله. عندنا هنا عرض بسيط. أولا راح نعطيكم مقدمة عن اللي قاعد يصير، شو اللي قاعد يصير أصلا عندنا هنا في القسم، وش اللي راح ان شاء الله تبدؤون فيه انتو ابتداء من السنة الجاية، او من هذه السنة تختارون عشان السنة الجاية. وراح نعطيكم نبذة عن نادينا اللي هو اصلا نسق هذا العرض، واتاح لنا الفرصة ان احنا نتكلم معاكم ونعطيكم الفائدة. طبعا البرزنتيشن هذا عن القسمين زي ما قلت، الالكتريكال انجينيرينج والبايوميديكال انجينيرينج. في النهاية راح تكون في فقرة بسيطة عن اسئلة واجوبة، بحيث ان اي شيء ما اتضح في البرزنتيشن ان شاء الله تسالون عنه ونجاوبكم باذن الله. طيب في البدايه، انا مين؟ انا باختصار طالب زيكم، دخلت الكليه 2019 قبل كورونا بشوي، ومرت علي معظم المواد، باقي لي تقريبا 3 مواد مع السينيور علشان اتخرج ان شاء الله السمستر الجاي. فمرت علي كل المواد، مروا علي معظم الدكاتره. هالشيء حاليا ممكن يتغير، لان سمعت من احد دكاتره انه ممكن يوظفون يعني دكاتره ثانيين، بس حاليا اللي موجودين مروا علي معظمهم، يمكن بس 2 أو 3 اللي ما مروا علي. فان شاء الله بعطيكم يعني نبذه عن مين هم وكيف يتعاملون وكيف انتم تتعاملون معاهم بعد. وهو هذه ان شاء الله هو هذا الهدف من العرض هذا، انكم تعرفون كيف تتعاملون ان شاء الله من لما تدخلون تخصص، وحتى قبل التخصص انتم لازم تعرفون هل انتم ودكم تدخلون هذا التخصص ولا لا قبل كل شيء. وعندكم هذا الخيارين، وان شاء الله في النهاية راح تعرفون شو اللي ودكم فيه. طيب فنبدأ. اولا عندنا الاي تربل اي كلب اللي هو نادي اي تربل اي، هو هذا نادي عام، وهي مؤسسة في الواقع غير ربحية، يعني ما حد جاي عشان الفلوس. اللي جايين ويشتغلون مع النادي هذا جايين بس للعلم وللفائدة. وهي الفكرة العامة هو أن الطلاب يعلمون الطلاب الآخرين عن بعض الأشياء وبعض المعلومات اللي قد تكون مخفية عنهم، فهو من أجل الطلاب من الطلاب، فهو هذا الحلو فيه، بحيث أن الكل يستفيد والكل يتعلم من تجارب وليست فقط نظريات أو حقائق ما حد جربها. وهنا هدفنا أن نحن نطور من أن فقط يكون الإنسان مو بس مهندس، بالعكس يكون أكثر وأكبر من نفسه، بحيث أنه يكون جزء من الـ organization هذه، وأنه يكون أحسن بأنه ممكن راح يتطلع إلى مثلا ورش عمل، بحيث أنه يستخدم مثلا لحام ولا شيء مثل الورشة اللي صارت من أسبوعين، ويروح مؤتمرات يشوف شو اللي قاعد يصير، عشان يعرف ان انت الحين او انتم ان شاء الله في المستقبل من بعد ما تدرسون، هي ليست فقط دراسه بل علم فعلي، وان شاء الله راح تدمجون ما بين العلم والتطبيق، بحيث ان لما ان شاء الله تدخلون على سوق العمل تكونون جاهزين. طيب الحين لما نجي للالكتريكال انجينيرنج، اول سؤال هو شنو الالكتريكال انجينيرنج؟
الهندسة هذه لما واحد يجي يقول مثلاً أوه هذا مهندس كهربائي، الكل يعتقد مثلاً اللي يجي مثلاً يسلك في البيت الأسلاك، ولا مثلاً يفتح البريكر اللي موجود في كل بيت ويحوس يضغط حبات كذا فجأة يشتغل النور. طبعاً هذا جزء بسيط جداً، لأن مجال الهندسة الكهربائية واسع بشكل لا يتصور. في كل مجال، في كل مجال لازم في مهندس كهربائي. طبعاً مو شرط الاسم الوظيفي يكون مهندس كهربائي، ولكن يكون هو اللي درس مهندس كهربائي أو الهندسة الكهربائية، ولما يتخرج ممكن يتوظف في كذا مجال، لأن الهندسة بشكل عام وظيفة عامة، وإحنا بشكل خاص كمهندسين كهرباء برضو في يعني كذا مجال إن شاء الله بتكلم عنهم بعد شوي. ففي المستقبل إن شاء الله ما في أحد راح يقول يوم من الأيام ما نحتاج المهندسين الكهربائيين. ليش؟ لأن إحنا موجودين في كل مجال، وكل ما نتقدم في التقنية اللي عندنا الآن، ومثلاً الآلات الذكية، هذا كله يضطر الناس أنها ترجع للمهندسين الكهربائيين، لأن بدونهم ما في أحد يقدر يشغل هذه الآلات أو يستخدمها أو يصلحها. فإحنا إن شاء الله يعني كوظيفة الكل بإذن الله راح يلقى له وظيفة، ومو ممكن ما ممكن مثلاً يوم من الأيام يطردون يقولون إحنا خلاص ما نحتاجك. هذا الشيء ما يصير عندنا الحمد لله. طبعاً في مجال العمل نفس الأسبوع اللي فات كانت في محاضرة عن يعني من قسم الفاب لاب، وجانا إنسان، جانا مهندس كان يتكلمنا عن الـ innovation methodologies، وهذا باختصار كيف أن الواحد مثلا لما تكون عنده مشكلة كبيرة يتكلم عنها، يفكر فيها، يجزئها إلى مشاكل أصغر بحيث أنه يقدر يحلها، وفي النهاية يحل المشكلة الأكبر. فإحنا لما جينا كلمنا بعدين، هو في الواقع مهندس بغض النظر كان مهندس كهرباء ولا لا، هو لما تخرج طب تقريبا من جامعة في مصر تخرج كمهندس، لكن مع الخبرة ومع التجارب اللي مر فيها وظفوه اسمه الوظيفي في فاب لاب كان اللي هو الجروث مانجر، أحد المدراء في الشركة اللي هو أصلا من المؤسسين حق قسم الفاب لاب الأحساء. فمو شرط أن الواحد ممكن يتخرج مهندس أن يشتغل الهندسة اللي يعني الكل يفكر فيها. فقبل أن ندخل للكورسات، عندنا هنا ثلاث فروع أو يسمونهم ماينرز حق الإلكتريكال إنجينير. هذه الفروع رئيسية، يعني كل مادة راح تقع تحت هذه الفروع. الفرع الأول هو أكبر فرع والكل يعرفه أكيد، الباور، الطاقة. طبعاً طاقة متجددة، طاقة طبيعية، طاقة مثلاً نفطية، ما أدري إيش، كل جميع أنواع الطاقة تحت مسمى الباور. وإحنا في السعودية وفي قسمنا احنا الباور اكبر جزء، الكل يروح مجال طاقه، الكل يبي يفكر بالطاقه، الكل يبي يشوف شلون نستغل الطاقه، لان احنا ما نقدر نصنع الطاقه. هذا احد مبادئ الطاقه الاوليه اللي الكل يعرفها، ان الطاقه ما يمكن صنعها، فاحنا لازم نستفيد من الطاقه اللي عندنا، ونحب مصادر الطاقه المتجدده، او مثلا مثل اللوحات الشمسيه. طاقة الشمس تعتبر ما يعني لازم نستخدمها، لأن شيء متجدد وما راح يخلص بإذن الله. وكثير من المواد تركز على الباور، وإن شاء الله بتكلم عن هذا الشيء بعدين. عندنا القسم الثاني اللي هو الكوميونيكيشن، تواصل. يعني مثلا الحين الواحد قاعد في بيته زي ما أنا الحين قاعد أبث لكم بالطريق الإنترنت 4G 5G، سمعتوا بالألياف أكيد، معظمكم يمكن عنده أصلا ألياف في البيت. هذا كله نوع من أنواع التواصل، أنه ننقل البيانات من نقطة ألف إلى نقطة باء، وهذا الشيء تحت مسمى الكوميونيكيشن. وعندنا الجزء الثالث أو الفرع الثالث اللي هو الإمبيدد سيستمز أو الكودينج. هذا الفرع باختصار اللي هو البرمجة، أوكي، والكل يعرف البرمجة. مثلا من أشهر اللغات البرمجة اللي هي البايثون مثلا، التطبيقات اللي احنا نستخدمها هذه مبرمجة على ان اذا ضغطت في هذا المكان او ضغطت على هذه الحبة يصير كذا، هذا كله يعتبر برمجة. في قسم رابع ولكن يعتبر ثانوي مش رئيسي، ما بين الكوميونيكيشن تواصل والكودينج اللي هو البرمجة. هذا القسم هو قسم الكنترول او نظم التحكم. طبعا كل هذه الاجهزة اللي ممكن احنا نستخدمها لها نظام تحكم، بحيث ان في اشياء تصير في اشياء ما تصير، وهذا الشيء ان شاء الله بندخل فيه بعد شوي زيادة. طيب نجي الأول شيء، عندنا الخطة الدراسية اللي هي أحدث واحدة اللي هي ثلاث فصول، وأنتم تقريبا الحين مفروض في السنة الأولى الثلث الثاني، الفصل الدراسي الثلث الثاني. حلو،
هذه المواد ما يحتاج يعني أمر عليها، لأن هي مواد عامة في الواقع وتنحط لكم في الجداول خصوصاً في السمستر الأول. بس إن في نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هو أن الرقم المقرر أولاً لازم ننظر له، وبعدين اسم المقرر يا أما باللغة العربية أو الإنجليزية، وبعدين لازم نشوف المتطلب. متطلب هنا يا أما أنه يكون ما في شيء مثل نان، أو أنه في حالتين يكون في سي، والسي معناها كوركوزيت، معناته أن في مادة لازم تنمخذ في نفس هذا الوقت أو في نفس هذا السمستر معاها. يعني مثلا عندنا فيزياء واحد ومختبر فيزياء واحد، هذول لازم ينوخذون في نفس السمستر. عندنا برضو البي اللي هو البري ركوزيت، هذا لا، هذه مادة لازم أخذها قبل بعدين أخذ هذه المادة. يعني مثلا تفاضل تكامل اثنين لازم أولا أخلص تفاضل تكامل واحد. مع هذه الفكرتين ندخل على أول سنة اللي هي إن شاء الله السنة الجاية معاكم أنتو بإذن الله. عندنا أهم المواد، طبعا بتكلم عن مواد الكهرب، في مواد عامة إلى الآن ممكن تأخذونها بس أنا بتكلم عن مواد الكهرب. عندنا من أهم المواد واللي هي تشرح لكم مثل مبدئيات الكودينج، مبدئيات شلون قاعد تشتغل هذه السيستمز، وهي ديجيتال لوجيك ديزاين أو تصميم المنطق الرقمي. هذه عبارة عن لغة جديدة مثلها مثل الماث أول ما تعلمناه في ابتدائي، أن مثلا عندنا الأرقام من 0 إلى 9، من بعد 9 يصير عندنا 10، بس 10 عبارة عن 0 يعني يرجع 9 يصير 0، وبعدين في الخانة اللي يمها خانة 10 تصير فيه 1. هذه اللغة تقريبا نفس الشيء لكنها مكونة فقط من 0 و1، يعني ما في أكثر من 1، هي مكونة من 0 و1. من بعد 1 يصير عندي اللي هو 2 لكن يكتب على 1 0 على هيئة 1 0. باختصار بدل ما أدخل يعني في التفاصيل، هي باختصار عبارة عن لغة جديدة ولها مثل قواعدها الرياضية الخاصة، وإذا فهمتوها وحسيتوا أنكم كويسين فيها ومثلا يعني حلوة، مثلا حسيتوا أن يمديكم تكملون فيها، هذه ممكن يعني مثل اللي تحدد لكم أن أوكي أنتوا كويسين في مجال اللي هو Embedded Systems اللي هو مثلا الكودينج، حلو البرمجة، مو مثلا في قسم الطاقة. ودرسها أنا عن نفسي، درسني دكتور اسمه دكتور سليم، هذا عندنا في القسم، هذا ما شاء الله عليه الدكتور، يعني ما مرة، هذا أنا الحين معه 4 سنين، ما مرة رحت سألته سؤال في مجاله أو غير مجاله وقال لي ما أعرف. ما شاء الله مطلع على كل شيء، حلو، عنده علم في مجاله، في مجالات أخرى، في كل شيء. ولا مرة كلمته وقال لي مثلا ما أعرف ولا شيء، ولا مرة مثلا قلت له أبيك في شيء، أبيك تساعدني في شيء وردني، دوما يساعدني ما شاء الله عليه. هذا الإنسان يعني مثل الآلم سبحان الله، يشتغل يشتغل يشتغل، يقعد في الكلية من الساعة 7 الصباح للساعة 7 المغرب أو الساعة 7 الليل يعتبر الحين، فإنسان محترم. اللي ممكن تحسون فيه أن أوكي الدكتور غريب، هو أنه دوما رسمي، دوما يتكلم ويعطيك على قد الإجابة أو على قد السؤال، عفوا يجاوب على قد السؤال. فهذا الشيء في كثير ناس يحسون أنه ما يصلح ما أدري شنو، بس أنه كتدريس علم فهم تمام تمام. عندنا بعدين مختبر، طبعا ممكن هو يدرسه أو أحد ثاني بس في أغلب الحالات هو اللي يدرسه برضه. عندنا أسس الدوائر الكهربائية اللي هي دوائر كهربائية 1، وهذه برضو مثل البدايات في الكهرباء، وهذه اللي الكل يعتقد أن الكهرباء يتمحور حوالينها، وهذا الكلام صحيح. وهي عبارة عن رياضيات طبعا بالرسم شوي، أوكي، علشان نطلع قيمة الجهد التيار والطاقة مثلا في دائرة كهربائية معينة. وهذه في لها كذا مدرس، ممكن يكون دكتور مرسي، دكتور علي بن نجا، مين بعد حاليا ممكن دكتور منير. طبعا بتكلم عن هذول الدكاترة في موادهم اللي هم العادي مسكونها أحسن، عشان ما أتكلم عنهم كلهم حاليا في نفس الوقت. ومعها برضو المختبر، المختبر تقدرون تقولون يعني في حالتي الشخصية لما رحت أنا ودرست، هذا طبعا كان أونلاين، أوكي، كان شوي صعب لأن إحنا ما كنا فاهمين على الدكتور بالضبط شلون قاعد يصير هذا الكلام كله، لأن طبعا كله كلام يعني يعتبر خيالي، ما تشوفين الكهرباء تتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، لا هذا شيء لازم الواحد يتصوره. ولكن لما رحنا المختبر
سوينا نفس هذه الدائرة بقطع إحنا نمسكها ونركبها ونوصلها مع بعض، حسينا الموضوع أوكي، ينفهم أحسن، ينفهم أكثر. فكان المختبر مثل اللي يعني أفهم أكثر حتى من 50% من المادة من المختبر، هو كان مرة في الأسبوع وكنا نفهم منه جزئية كويسة. نجي للفصل اللي بعده، عندنا رياضيات هذه برضو عامة، وعندنا البرمجة الحاسوبية لطلبة الهندسة Engineering Programming. هذه ممتازة، هذه المادة بدايات البرمجة، الواحد لما يجي يشوفها ممكن يتخوف في البداية، لكنها مهمة جدا بالنسبة للمبرمجين واللي حابين يعني هذا المجال. يدرسها برضو دكتور سليم، ممكن احنا شخصيا ما درسنا دكتور سليم، درسنا دكتور من برا الكلية فما اقدر اتكلم عنه، لكن برضو دكتور سليم يدرس هذا، وهو يعتبر هذا مجال دكتور سليم يحب، هو يعني البرمجة وهذا الكلام. هي عبارة عن لغة من اللغات اللي مشهورة إلى الآن تستخدم، اللي هي C++، يمكن سمعتوا عنها، فممتازة من هالناحية عشان الواحد يعرف شو اللي يبي في البرمجة ويجرب يحط روحه في. طبعا التطبيقات موجودة يعني ببلاش حتى على الجوال، واحد ممكن يبرمج يجرب يحط ويسوي يحوس باختصار ويفهم شو اللي قاعد يصير. بعدين نجي للمادة اللي هي الدمج شوية ما بين الكلام الثيوريتيكال المجازي، ما حد يعرف يعني شو اللي قاعد يصير، ولا والتطبيقي. شلون؟ هذه مادة الكترونيات واحد، الكترونيكس 1، تتكلم عن القطع اللي ممكن تستخدم في مادة دوائر كهربائية واحد. كيف؟ الكهرباء لما تمشي ما تمشي فقط في أسلاك، لازم في قطع، وهذه القطع هي اللي راح تدرسونها في الكترونيات واحد. أنا عن نفسي درسني دكتور اسمه دكتور هشام، وهذا ما شاء الله نفس الشيء، دكتور يعني يعتبر من رواد الدكاترة في مجال الكوميونيكيشن، التواصل خصوصا في الألياف وكذا. يعني هو أنا قاعد أخذ مادة حاليا معه عن الألياف وعن التواصل وكيف طور هذا العلم، وأصلا هو يعني كان في كندا وأمريكا كان يطور من هذا العلم. يعني أقدر أقول لكم أن أساسيات التواصل عن طريق الفايبر أوبتكس الألياف هو اللي يعني مجربها، هو اللي حاطها، هو اللي كاتب القواعد يمكن حتى لهالدرجة، لأنه هو قالنا أنه هو سواء تطبيقي يعني كان كله يجرب ويطلع قراءات ويشوف ها شو اللي قاعد يصير بالضبط. فبرضو يعني عنده علم شامل بالإلكترونيات، هو دوما يدرس هذه المادة، فيعني حتى في طريقة التدريس هو عارف شنو الطلاب متى يتعبون في المادة متى لا، يحس أنه أوكي جيدين. ومادته مثل اللي يعني مثلا أسئلته خلينا نتكلم عنها شوية، يحب يحط نظري بحيث انه يشوف ها مين اللي فاهم شو اللي قاعد يصير، ويحط مسائل حل عشان الواحد اللي خلاص اللي حافظ قواعد يكتب وانتهى الموضوع. طبعا لها مختبرها ونفس الشيء، لما كنت اروح المختبر كنت افهم شوي اكثر لاني خلاص اقوم اطبق، فالحلو كذا الكلام. نجي للفصل الثالث، عندنا دوائر كهربائية 2، وهي باختصار دوائر كهربائية 1 لكن جزئية أكبر من العلم اللي في الكتاب اللي تستخدمونه، نفس الكتاب راح تستخدمونه بس أنا ما حد يقدر يخلص الكتاب، كتاب كبير، كتاب فيه معلومات كثيرة، مستحيل في كورس واحد، خصوصا أن الكورس الحين ثلث الفصل وليس نصفه. بعدين مادة شوية مهمة يعني من ناحية الرياضيات، اسمها رياضيات لطلبة الهندسة الكهربائية، يعني باختصار أي رياضيات بتحتاجونها في التخصص بيكون موجود في هذه المادة، منها رياضيات واجد يعني ما يحتاج أدخل حتى في التفاصيل ومفيدة، ومثل يعني تعتبر تكملة للكالكولس اللي راح تاخذون اللي تاخذونها أنتوا الحين. بعدين نجي المادة اللي ها بدينا بالدسم، يعتبر بدينا بالدسم لأن هذا الكلام كله اللي هي مثلا دوائر كهربية واحد، إلكترونيات واحد، تصميم المنطق الرقمي، هذه كلها البدايات، هذه كلها كيف هذه الأشياء يعني صارت في القرن الماضي وكيف طوروها وش اللي قاعد يصير بالضبط، شنو مبادئ العلم هذا. فالمايكرو بروسيسورز أو المعالجات الدقيقة شو اللي قاعد يصير بالضبط، هو أن الحين قاموا يطبقون هالكلام، قاعد يحاولون يخترعون أجهزة تفكر لحالها، تعطيها المعلومة وهي تسوي اللي تبي أنت، طبعا بعد البرمجة يعني هالكلام. فأكيد سمعت يعني مثلا في الكمبيوترات هذا البروسيسور حق i9 خرافي ومن هالكلام، هو هذا أصلا أنه باختصار عقل الكمبيوتر، عقل الجهاز اللي موجود، جوال، آيباد، كلهم هذول فيهم مايكرو بروسيسورز أو بعض الأحيان يسمونها كنترولر، وهذه بنجي لها بعدين.
وهذه المادة يدرسها يعني أعتقد مسكها كم مرة، يمكن 4 أو 5 مرات وراء بعض اللي سمعته منه، هو دكتور مرسي فرج. هذا الدكتور دكتور مصري كان في جامعة الشمس تقريبا في مصر، وما شاء الله عليه يعني مستحيل تسألين سؤال بدون ما يعطيني جواب، بدون ما يعطيش جواب مستحيل. حتى هو هذا ما شاء الله يعني عنده علم في مجاله بشكل مو طبيعي، ونفس الشيء ماسك المادة يعني 5-6 سنين وراء بعض، فعنده معلومات في المادة نفسها أن يعني أوكي الطلاب يمكن يحفرون في هذا الجزء أو هذا الجزء، فهو يعرف كيف يشرح للطالب، ومحاضرته صعب أن الواحد يزهق منها لأنه هو دوماً قاعد يتكلم، دوماً قاعد يعطي معلومات، دوماً يشرح بطريقة يحسسك أن اللي قاعد يصير يعني واقعي، يعني يقول أوه الكهرباء تروح من هنا لهنا وبعدين تمشي في هذا، كان يعني شيء واقعي مو شيء لحظي، أن الكهرباء تنتقل من نقطة لنقطة يعني في أجزاء من الثانية، لكن هو يشرحها كأنه يعني سيستم ممكن ينفهم في واقع الحياة. طبعاً هو يحب اللي شاد معه، يحب اللي مركز معه، يحب اللي يفضي السمستر بس عشان ياخذ مادته لهالدرجة، لأنه هو يحب يعطي معلومات كثيرة ويتوقع من اللي قدامه من طلاب أو طالبات أكيد أن لازم هم مستعدين أن يشتغلون معه ويعطونا 100% من وقتهم، يعني من أول مثلاً أسبوع أو أسبوعين يعطي هومركات، يعطي أسايمنتات، يعطي ما أدري إيش، علشان خلاص الواحد يكون متابع معه أول بأول ما يضيع منه. فهذا الشيء قد يكون إيجابي أو سلبي على حسب الإنسان اللي قدامه. ونفس المواد الثانية عندك عندهم المايكرو بروسيسورز لاب، وهذا نفس اللابات اللي فاتت، بس ما يمسك اللاب هذا الدكتور مرسي، دكتور محمد مرسي، يمسكها دكتور سليم. ونفس الشيء دكتور سليم ماسك اللاب يعني سنين، وردي مجهز كل شيء، وردي يعرف. والحلو في دكتور سليم في بداية المعمل يسأل شنو اللي أخذتوه في المادة النظري، علشان هو يعرف إذا يعطيكم اللاب كامل ولا لا، أو يعطيكم أو شو اللي ناقصكم باختصار وخليكم تحلون. هو دكتور سليم دوما في كل اللابات اللي ماسكها، يعني مثلا مختبر اللي هو تصميم منطقي الرقمي، أو مختبر المعالجات الدقيقة، أو أي لاب ممكن يمسكه، هو أوريدي ماسك جزئية من المانيوال، حاطها يعني بطريقة مرتب المعلومات في ملف. هالملف موجود في موقعه، له موقع الخاص، تدخلون على الموقع تقرون شو اللي قاعد يصير بالضبط، تفهمون التجربة وتبدؤون تسوونها وتطبقونها. طبعا اللي ما يفهم هذا أول خطوة، ممكن يعني أول شيء ممكن يصادفكم أن ما تفهمون شو اللي قاعد يصير، خصوصا من أول لاب تجربونه. فهو يكون قاعد ينتظر أحد على طول يسأله، يقول له أوكي أنا مو فاهم شنو البداية، شنو اللي أسوي هنا، شو المطلوب مني. هذا الشيء العادة موجود في الكلام اللي موجود في هذا الملف اللي هو يحطه على موقعه، ولكن حتى لو ما نفهم هذا الكلام ممكن الاستفسار من الدكتور، هو يجي يعطيكم البدايات، يقول لكم أوكي إحنا كذا، يعني يعطيكم الشيء بشكل عام أن إحنا عندنا كذا كذا كذا، لازم نسوي كذا كذا كذا، فالبداية تكون كذا 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 وهكذا، هو كذا النظام. طيب نجي للي بعده، عندنا السنة الثالثة وعندنا الاحتمالات والإحصاء لطلبة الهندسة. هذا في الواقع الهندسة الكهربائية، مش موجود عند الأقسام الثانية، هذه المادة عندنا إحنا فقط، وهي عبارة يعني ممكن الواحد يقول مو ما لها دخل حيل بالكهرباء، هي لها دخل بس مش على طول، يعني مش المادة نفسها يقول لك مثلا طلع لي كهرباء من هنا، لا لا مو كذا، هي بس تتكلم عن الاحتمالات والإحصاء، يعني شو اللي ممكن يصير لو أنا سويت كذا، شو اللي عندنا كذا، قوانين الإحصاء كلها موجودة. أوكي من كثير الأمثلة تعتمد على أن مثلا عندي كيس أو صندوق أنا ما أعرف شنو اللي داخله، إلا أن أعرف أن مثلا عندي كورة أو كورتين أو ثلاثة وألوانهم مختلفة، شنو احتمالية أن يطلع لي اللون الأحمر مثلا أو اللون الأبيض وكذا، احتمالات فقط. نجي الإلكترونيات اثنين، نفس إلكترونيات واحد لكن مع قطعة غير، قطعة يعني موجودة في الدوائر الكهربائية غير، نفس الشيء نفس الكتاب بس اللهم مقسومة إلى إلكترونيات واحد واثنين لأنه ما يكفي سمستر واحد المادة زي كذا. نجي هنا للمادة اللي يسمونها أم العلوم، هذه المادة يسمونها أم العلوم هنا عندنا في الكلية، واللي يعديها مثلا يكون جايب فيها A+ هذا يكون أستاذ، هذا يخلونه يدرس المادة لهالدرجة. نفس نرجع 50 سنة أول لما كان واحد يخلص ابتدائي يقوم يدرس ابتدائي، هذه المادة كذا، إذا واحد خلص إلكترومغنتيك في A+ مثلا خلاص هذا يدرسها لأنه أستاذ يعتبر.
طبعا هذه المادة عبارة عن دمج ما بين الخصائص الكهربائية والخصائص المغناطيسية حق الدوائر وحق القطع الإلكترونية أو الكهربائية اللي احنا نستخدمها. فهم دمج ما بين الاثنين ومفاهيم ومبادئ الكهرومغناطيسية عندنا في... مو بس في القطع في الواقع يعني، حتى الإنسان نفسه له كهرومغناطيسية معينة، فبس طبعا احنا نتكلم عن اللي نستخدمها عندنا في مجالنا. اختيار الجامعة نخلي بعدين. طبعا ندخل للسمستر اللي بعده أو الثلث الثاني، عندنا الإشارات والأنظمة Signals and Systems. هذه المادة تعتمد على اللي قبلها. الحين نبدأ يعني كل المواد اللي تقريبا جايتنا تعتمد على اللي قبلها. الإشارات والأنظمة شوي تعتمد على فهم الرياضيات مثلا Math EE والرسم البياني أو رسم الإشارات باختصار، شلون الرسمة تنرسم في الحقيقة والموجات هذه كيف نقراها، كيف نفهم مثلا كمية مثلا خلينا نقول من عندي الجهد في هذا المجال أنه يصعد فترة بعدين ينزل بعدين يصعد من جديد فيشكل لنا شكل في الرسم البياني، وهذا على حسب هذا الشكل احنا نعرف انه اوكي في هذا السيستم عندنا كذا كذا كذا. قراءة السيستم يعني هذه تعتبر مثل البدايات حق مادة ثانية تنوخذ في الثلث الثالث بتكلم عنها. عندنا بعد هذه المادة نظم الطاقة والقدرة الكهربائية. هذه المادة عبارة عن Electric Energy and Power Systems باختصار، كيف نحسب الطاقة والقدرة الكهربائية في الدوائر. يعني عندنا نرجع هنا، عندنا الدوائر الكهربائية 1، دوائر كهربائية 2، هذول يتكلمون عن قطع ومبادئ ومفاهيم الدوائر الكهربائية. لما نجي الحين حق نظم الطاقة والقدرة الكهربائية قاعد نتكلم انه كم احنا قاعد نطلع باور، كم قاعد نطلع انرجي من هذه الدائرة اللي عندنا. حلو، برجع شوي، نسيت نقطة الدكاترة اللي يدرسون في الثلث الأول. خلنا نرجع شوية. احتمالات والإحصاء، في دكتورين، الدكتور الأول هو عميد الكلية دكتور عادل دلبحي، هو هذا اللي درسنا وهو هذا أصلاً مجاله، هو مجاله في يعني مو في الإحصاء بالضبط، هو مجاله في التواصل، لكن جزء من التواصل هو الاحتمالات هذه، فهو كان جزء من مجاله هو هذا الشيء. هو كان أول مرة يدرسها تقريباً أو ثاني مرة معانا، السمستر اللي فات أو اللي قبله برضو درسها من جديد، فهو يعني درسها مرتين أو ثلاثة، لكن حلو تدريسه، يعني يحب أن حتى لو المثال ما في يعني لو المثال كله أرقام يحب يحاول بحيث أن المثال يكون فيه سالفة الصندوق اللي فيه كور، وقعد أنا أطلع ها هذه الكرة، الكرة الثانية، الكرة الثالثة، فهو يحب هذا المثال ويشرح على حسب هذا المثال. الإلكترونيات 2 برضو الدكتور هشام، نفس الإلكترونيات 1 ونفس النظام، يحط جزء نظري جزء تطبيقي علشان الواحد يشوفه إذا يفهم ولا لا. مادة الكهرومغناطيسية ماسكها دكتور صار له يمكن 6 سنين أو شيء زي كذا، ما أتذكر بالضبط كم سنة، لكنه مسكها من زمان، دوما هو اللي يمسكها، وخلال السنة اللي فاتت مسكها 3 مرات، السمستر اللي فات وهذا السمستر والسمستر اللي احنا خذناه عنده السنة اللي فاتت، اللي هو الدكتور علي أبو النجا. هذا برضو دكتور مصري متخرج من نفس جامعة الدكتور محمد مرسي اللي هي جامعة شمس أو عين شمس اسمها تقريبا، شمس أو عين شمس، ونفس نظام الدكتور مرسي، هو يحتاج اللي قدامه يكون فاضي، يكون متهيئ وجاهز أن يأخذ معاه 100 ويعطي 100% من قدرته اللي يقدر عليه طبعا يعني، لكن على طول يبدأ بمفاهيم ومبادئ الكهرومغناطيسية، يعني يشرح كيف القانون صار، مو يعطي القانون ويقول لك أوكي تعال طبق لي، لا أنت لازم تفهم شو اللي قاعد يصير، وهذا أهم شيء عنده. فهو في المحاضرات، ودكتور مرسي يسوي نفس الكلام في المحاضرات، يعطي شو اللي قاعد يصير بالضبط، شنو اللي قاعد يتحكم بهذا السيستم، شنو اللي لما أنا أسوي كذا شو اللي قاعد يصير. بعدين في نهاية المحاضرة يصير فيه القوانين والكلام هذا كله، بعدين يعطون شيء اسمه توتوريال اللي هي مثل المحاضرة زيادة علشان يبدؤون يطبقون المفاهيم اللي شرحوها في المحاضرات اللي أخذتوها. هذا برضو نظام مصري يعتبر، اللي هو يكون فيه المعيد هو اللي يشرح التطبيقي، وفي الدكتور اللي هو يشرح النظري، فتكون محاضرتين مختلفتين وأصلا مو نفس الإنسان اللي يشرحها، لكن هنا لا هو نفس الإنسان يشرح النظري في المحاضرة بعدين يعطي توتوريال علشان التطبيقي والبداية اللي معه. طيب،
فالحين نرجع لهنا، عندنا إشارات والأنظمة، كان دكتور رئيس القسم هو اللي معطينا إياها، كان برضه أول مرة يمسكها، لكن يعتبر ستاندرد، يعني يعطي المحاضرات، يعطي الاختبارات، وانتهى الموضوع. نظم الطاقة نفس الشيء مع دكتور محمد العقيل، نفس الشيء، ويا اللاب مع دكتور منير، هذا الدكتور عندنا من تقريبا بداية الكلية، وكلهم ستاندرد. صراحة ما أقدر يعني أتكلم عنهم واجد لأنهم كلهم ستاندرد، خلاص يعطون المعلومة وتجي في الاختبار انتهى الموضوع. مبادئ نظم الاتصال اللي يدرسها دكتور زايد الرمضان، هذا دكتور توه جاي السنة اللي فاتت، ويمكن بالنسبة لي من أحسن الدكاترة عندنا في التخصص، لأنه يعطي المعلومة في سلايداته ويقولها ويتأكد أن الكل فهمها، بعدين ينتقل للنقطة اللي بعدها، فنظامه حيل حلو. المختبر ممكن يكون دكتور سليم اللي يمسكه أو غيره، وأوريدي شرحت لكم عن دكتور سليم. بعدين نبدأ في التدريب الهندسي، هذا على حسب أنتوا وين تتدربون إن شاء الله. السنة الأخيرة اللي أنا فيها شخصياً، السمستر الأول كان في ميكاترونكس مع البروفيسور الوحيد اللي في القسم دكتور ديكو، هو من أصول أفريقية، برضو لما يجي يكتب اسمه يكتب اسمه محمد عليو، وممكن تشوفون اسمه كذا لسبب من أواخر عنده اسمين ما أدري شلون الصراحة. هذا برضو يعني عنده علم كثير لدرجة أن ساعات لما يجي يكلم اللي قدامه أوريدي يفكر أن اللي قدامه عارف هذه المعلومات، فشوي ينصدم أنه أوكي في أشياء لازم أمر عليها من جديد. في بعد هذا نظم التحكم التماثلي Analog Control Systems، هو هذا يعتمد على الكوميونيكيشن اللي أخذناه والسيجنالز اللي أخذناه، وهذا عبارة عن كيف الجهاز يكون مستقر في النظام حقه ما يخترب، وفي برضو المعمل اللي يشرح هذا كله. اختيار القسم ما أقدر أتكلم عنه حاليا، نروح على الثلث الثاني وهي معالجة الإشارة الرقمية أول واحدة، هذه تكملة للكوميونيكيشن، فتقدرون تقول تسمونها كوميونيكيشن 2، لازم لكنها تتكلم عن شوي شيء مختلف لكنها نفس الكتاب حتى يعني لهالدرجة. بعدها عندنا المواع الحرارية، بس ما أعتقد تحتسب جزء من التخصص، فبتكلم عن اختياري القسم على السريع. في باور، اختيار قسم باور يعني مجال الطاقة، برضو من جديد تاخذون مادة اسمها باور سيستمز، وهذه تتكلم كيف احنا في السعودية نطبق الباور، ويدرسها دكتور محمد العقيل. بعدين عندنا الباور الكترونيكس، كيف الالكترونيات نفسها فيها طاقة، وعشان انا ما اخسر طاقة في تشغيل الالكترونيات هذه. والثالثة اللي هي فايبر اوبتكس اللي هي مجال دكتور هشام، هذه برضو مهمة جدا صراحة، من أحسن المواد اللي أخذتها يعني في اختيار القسم، لأنها تتكلم عن مجال إحنا مو متعمقين فيه. فهذا هو بالنسبة لجزئيتي، يعطيكم العافية على الاستماع، إن شاء الله استفدتوا. بالنسبة للأسئلة زي ما قلت إن شاء الله في فقرة في النهاية. السلام عليكم. ودي بس ألمح على نقطة صغيرة، ألا وهي علي حكى تجربته، وصراحة يعطيك ألف عافية علي ما قصرت، وشكرا جزيلا على التجربة الغنية. ولكن بالنسبة للبنات أسماء الدكاترة قد تختلف، يعني لو تلاحظون علي ما قال اسم الشخص ولا مرة، ولكن لو تسألون حاليا بنات دفعة 21 درسهم الشخص يمكن مرتين أو ثلاثة. ليش؟ لأن الشخص تو جاي السنة الماضية وماسك أغلب مواد مش أغلبها، جزء كبير منها. أسماء الدكاترة قد تختلف من اللي هو قاعد يقول لكم إياه، هو قاعد يقول لكم حي تجربته. في دكاترة أكيد ما مروا عليه، هو سبق ذكر ذلك، يمكن في ثلاث دكاترة، واحد من الدكاترة ثلاثة ذولي هو دكتور محمد الشخص. ويعطيك العافية ويمديك تبدي تسميه. شكرا جزيلا لكم. أهلين، السلام عليكم، أنا سميرة ترك، طالبة في تخصص الهندسة الطبية الحيوية، وهذه إن شاء الله سنتي الثالثة في التخصص. طبعاً راح أعرفكم أكثر بالهندسة الطبية الحيوية، وين راح يكون في عندي نقاط تشابه بينها وبين الهندسة الكهربائية، وين الهندسة الطبية الحيوية تختلف. طبعاً الهندسة الطبية الحيوية تعتبر مثل حلقة الوصل لكل شيء تتخيله، حتى يعني سواء كان في المجال الطبي الحيوي أو في غير مجالات. أول شيء رح أبدأ بإني أعرف التخصص، بعدين رح أتكلم
نتكلم عن الهندسة الطبية الحيوية في جامعة الملك فيصل من ضمنها الخطة الدراسية. بعدين راح نشوف وين تطبيقات التخصص، وين ممكن إحنا نشوفها، وأخيرا وين راح نبدأ كمهندس طبي أو شخص يبغى يعرف أكثر عن الهندسة الطبية الحيوية. طيب، الهندسة الطبية الحيوية هو علم يختص بدراسة جسم الإنسان من الناحية الهندسية، يعتبر هو مثل حلقة الوصل بين الطب والهندسة والعلوم بشكل عام. طبعاً من وين وليش بدأت عندنا الهندسة الطبية الحيوية؟ لأن زمان كان الطبيب يقوم بأغلب الشغل، سواء كان من تشخيص، من معالجة، لكن كان يفتقر لأدوات تمكنه من ممارسة عمله بشكل كفؤ أكثر. فعشان كذا صار في عندنا مهندس طبي اللي صار جزء أساسي في الطب الحديث، حيث إنه يوفر هذه الأدوات، يوفر نمط حياة طبيعي للأشخاص ويعالج الأشخاص في شفائهم بإذن الله. طبعاً زي ما قلت إن الهندسة الطبية الحيوية تعتبر حلقة وصل، لأن ليش؟ تطوير المعدات الطبية معقد، ومو بس يهمني إني أعرف كيف يتفاعل الجسم مع الجهاز، هذه هو عندي الهندسة الطبية الحيوية. فبالتالي صار لازم إني أعرف برضو كيف طريقة عمل هذا الجهاز من الناحية الكهربائية، من الميكانيكية، إذا كان فيها تتضمن مثلاً الأطراف الصناعية، هندسة الكمبيوتر، إذا أنا راح أطور جهاز مثلاً للأشعة وما إلى ذلك، وأكيد فيه بعض من أساسيات الطب والعلوم. طيب، نجي الآن في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة الملك فيصل. طبعاً زي ما شفنا الخطة، أول سنة غالباً راح تكون تخصص هندسة عام، فما راح أرجع أمر على المقررات، لكن خلونا نبدأ من وقت تخصصكم إن شاء الله إيش اللي راح يكون في عندنا. طبعاً راح تلاحظوا إن في كثير عندي مقررات تتشابه مع مقررات الهندسة الكهربائية، زي ما نشوف هنا عندي الدوائر الكهربائية والمختبر اللي ناخذهم مع بعض، أيضاً التصميم الرقمي والمعالجات الدقيقة، هذا شبيه باللي راح ياخذوه قسم الهندسة للكهربائية، لكنه راح يكون مبسط أكثر، كون إن نحن ما راح نضطر، مو لازم نعرف كل المعلومات. طيب، بعدين لما نجي إلى الترايمستر الخامس، عندي مختبر الإلكترونيات الطبية، برضو شبيه بمختبر الإلكترونيات العادي، لكننا راح نتعامل بقطع إلكترونية راح تكوني عارفة أنت وين ممكن توظفينها في الهندسة الطبية الحيوية، عارفة أنت وظيفتها إيش. بعدين لما نروح هنا راح نجي عندي البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، عندي أيضا علم التشريح وظائف الأعضاء، هذه كلها أشياء تخص فيزيولوجية الجسم نفسها، وطبعاً علم الجسم نفسه يعتبر شيء مهم جداً للمهندس الطبي، لأن إحنا في الأخير نوظف الهندسة في جسم الإنسان، سواء كان عن طريق directly أو indirectly. لما نيجي الآن للسنة اللي بعدها، مرة ثانية راح يمر علينا علم التشريح ووظائف الأعضاء، وبعدين راح يكون عندي المواد الحيوية البايوماتيريالز. من هنا راح تبدي تشوفي أو تحسي إن فعلاً هذا المقرر اللي يحسسك إن أنت مهندسة طبية، لأن في البايوماتيريالز راح نتناقش عدة أنواع من المواد، وكيف كل هذه المواد تتفاعل مع جسم الإنسان، وين أقدر أوظف هذه المواد. مثلاً لو أنا عندي ميتلز، وين ممكن أستخدمها؟ لو أنا عندي بوليمرات، وين ممكن أوظفها؟ هل في أشياء أقدر أني أضمنها داخل الجسم، ولا في أشياء لازم من برا؟ كل هذه الأشياء. طبعاً زي ما تشوفوا عندنا هنا في الفصل الثامن، عندنا برضو أشياء متشابهة مع قسم الهندسة الكهربائية، زي الاحتمالات والإحصاء، لكن اللي سبعتها إن الاحتمالات والإحصاء لأننا إحنا مختلف شوي من اللي ياخذوا الهندسة الكهربائية أو قسم الأولاد بشكل عام. بعدين عندي هنا مادة أخرى أيضاً متعلقة بالهندسة الطبية الحيوية، وهي ظواهر الانتقال الطبية الحيوية. هنا في هذه المادة الهدف منها أن نحن ندرس
كيف الغازات، الأدوية، السوائل تنتقل داخل الجسم أو أي شيء ينتقل من خلال يعني ميمبرين. فهذه كلها تدرس هذه الأشياء، وبتدرس وبرضه بالأخير في آخر هذا المقرر توظيفات هذا اللي تعلمتوه. فمثلاً في عندي في جهاز غسيل الكلى، في عندي الرئة الصناعية، هذه كلها يدخل فيها ميكانيكية معينة لظواهر الانتقال. بعدين نجي عندي الفصل التاسع، عندي الإشارات والأنظمة الطبية الحيوية Biomedical Signals and Systems. هذه ممكن تحسوها إنها قريبة من الإلكترونيات واحد واثنين، لأن كون إن فيها إشارات، لكن اللي إحنا يهمنا إني أنا راح أخذ هذه الإشارات وإيش المهندس الطبي يستفيد منها في تطوير الأجهزة الطبية. ما أكيد نعرف إن كل شيء يصدر سيجنال، يصدر إشارة. طيب أنا كمهندس طبي لما أبغى أنا أطور جهاز، أبغى شيء يشخص مثلا، إيش راح أستفيد من هذه الإشارات؟ بعدين عندي أجهزة طبية ومختبر القياسات الطبية الحيوية، هذه كلها راح يعرفوكم بشكل أكثر على أشهر الأجهزة الطبية اللي تكون مستخدمة ويحتاجها المرضى. بعدين لما نيجي هنا مرة ثانية، الأجهزة الطبية الحيوية 2 ومختبر الأجهزة الطبية الحيوية 2، نفس الشيء راح يكون لكن بشكل موسع أكثر، أجهزة جديدة. بعدين عندي معالجة الصور الطبية الحيوية Biomedical Image Processing. هنا راح أتعامل أو راح أخص بشكل خاص الأجهزة المعنية بالتصوير. كلنا نعرف في عندي أشعة إكس راي، في عندي MRI وما إلى ذلك، والإي سي جي، وكل هذه تطلع لي صور. طيب إيش الفرق بينهم؟ كلهم حتى بعضهم يعطوني صورة لنفس الجزء من الجسم، فإيش الفرق بينهم؟ كيف يتم هذا التصوير؟ إيش البروسيس اللي صايرة؟ وكيف إني أقدر أستفيد من هذا الشيء في التشخيص برضو. بعدين لما نيجي للفصل 11، عندي أنظمة التصوير الطبية الحيوية. غير عن البروسيسينج راح أدرس الحين السيستم بشكل عام، وعندي برضو معاه معمل أنظمة التصوير الطبية الحيوية. وأيضا بالأخير عندي إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومعها راح اللي هو مبادئ الإدارة ومهاراتها، هذه برضو أيضا إجباري لكليتنا. فهذه الخطة الدراسية بشكل عام. طيب بعد ما خلصنا الحين هذه الخطة الدراسية، ممكن تلاحظوا إنه يعني ممكن تكون عامة أو إنه ما في شيء متخصصين فيه، وهذا الشيء اللي يقولون الناس عن الهندسة الطبية الحيوية، إنه تخصص يشمل كل شيء لكنه ما يخص بشيء واحد أو يركز على شيء واحد، وهذا غالباً الحال في دراستك للبكالوريوس. لكن إن شاء الله إذا حابة تكملي، هنا عندي بعض فروع الهندسة الطبية الحيوية واللي تكون في عندي طبعاً أكثر من هذه الفروع، لكن ذكرت بعض منها. عندي مثلاً هندسة الأنسجة، هذه تخص بصنع الأعضاء الصناعية والأطراف. عندي الهندسة الجينية، هذه اللي تحسن لي الجينات بحيث أني أقدر أستفيد من الجينات الكويسة مثلاً في البكتيريا وما إلى ذلك. الهندسة العصبية، وأخيراً هندسة المواد الحيوية. طيب الحين أنت كمهندسة طبية أو حابة تتعرفي أكثر على الهندسة الطبية مثلاً، من وين ممكن تبدأي؟ ممكن عندك أول شيء المناقشة، تمسكي أي بنت. أتذكر أن أنا هذا الشيء سويته لما كنت في التحضير، كنت أروح الكلية أشوف أي بنت لابسة سكربس وأمسكها وأسألها عن التخصص. ومش شرط يعني تكون البنت مثلاً دارسة كل السنوات، أو إنه أنا أحب أني أشوف كل واحد وجهة نظر، لأنه أكيد وجهات نظرنا تختلف. وأيضاً في عندك مثلاً الدورات اللي دايماً يتم الإعلان عنها، سواء عن دورات تخص الهندسة الطبية اللي تقدمها أحياناً الدكتورة انشراح، أو مثلاً دورات حل المشكلات وما إلى ذلك. حتى عندك برضو التدريب،
مو شرط أن تلتزمي بالتدريب اللي الصيفي اللي يكون إجباري من الكلية. أعرف بنات كثير تدربوا على حسابهم الشخصي أو حتى فقط تطوع عشان يتعرفوا أكثر على التخصص ويكونوا مندمجين معاه أكثر. وأخيراً عندنا مواقع التواصل، حيث أن في كثير حسابات في تويتر، في عندي برضو في لينكد إن يعتبر تفيدك في من ناحية الهندسة الطبية الحيوية. وبرضو غير عن مواقع التواصل ممكن تشوفي أنت مثلاً فعاليات الهندسة الطبية اللي تطرحها الكلية، زي مثلاً عندي يوم الهندسة الطبية الحيوية، وبرضو فعاليات النوادي الخاصة بكلية الهندسة الطبية الحيوية. هنا بعرض لكم مثلاً أحد تطبيقات الهندسة الطبية الحيوية هنا في السعودية. هذا جهاز روبوت مساعد، يعني ما يشتغل لحاله، لازم يكون مع طاقم من البشر عشان يشغلوه. وهذا الجهاز يقوم بعمليات القلب الجراحية، وأكيد ويكون أكثر دقة، وحتى الجرح اللي يتركه بعد العملية يكون جداً صغير ويكون يلتئم بشكل أسرع. هذا موجود في مستشفى الملك فيصل التخصصي. هنا عندي أيضاً جهاز روبوت تأهيلي لصعوبات الحركة، بعد لا قدر الله ناس تعرضت لحوادث أو جتها جلطة بعيد الشر. في عندي أجهزة كثيرة تساعد الشخص في أنه يرجع لحياته الطبيعية، مثل عندي هذا الجهاز اللي يساعد على الحركة، وموجود في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية. وبكذا أكون إن شاء الله غطيت بشكل عام إيش هي الهندسة الطبية الحيوية. إذا في عندكم أسئلة سواء كانت تخص الهندسة الكهربائية أو الهندسة الطبية الحيوية، تفضلوا، أنا وعلي موجودين للإجابة إن شاء الله، حتى لو حابين تسألوا عن مثلاً الوظائف، المستقبل وما إلى ذلك. شهد تسأل وين أماكن التدريب حق الهندسة الكهربائية؟ علي لو سمحت. أوكي شوفي، بالنسبة للمهندسات ما راح أكذب عليك، ما عندي علم بالموضوع، لكن كإحنا في سنتنا تقريبا ما في شركة ما أخذتنا. يعني أنا شخصيا كنت مع هيئة الري، الهيئة العامة للري اللي كان اسمها هيئة الري والصرف، اللي على خط الظهران، شارع الظهران عفوا. فهذه حقت مياه، والكل ما يعني كل ما اقول حق احد انا اتدرب هناك يقول لي اوه شو تسوي هناك، غريبه شنو هالكلام. بس لما رحت انا دخلت وشفت الانظمه اللي عندهم، مثلا انظمه التحكم، شفت ان المضخات هذه تعتبر سمارت، تعتبر ذكيه. ليش؟ لان المضخه نفسها عليها كذا حساس، كذا يسمونه اكتويتر، كذا قطعه زبده كهربائيه يحتاجها علشان يكون النظام ماشي صح. فمن ناحيه الاماكن، لو تتكلمين عن إن شاء الله المستقبل، أكيد بتنفتح فرص كثيرة، وممكن الكلية تساعدكم في هذا الموضوع، وكذا كذا شركة ممكن أنت شخصيا تروحين، يعني مثلا عند شحد تعرفينه في الشركة ولا شيء، تقولين لأن أنا بتدرب عندكم، ويكون مقبول من الجامعة، بس يرسلون يعني تواصلون مع الجامعة بشكل عام، ويكون تدريب 8 أسابيع على الأقل، وتضبط الأمور إن شاء الله. على ما ناس تفكر بأسئلة، بس حابة أذكركم إنه إن شاء الله راح يكون في استبيان راح ينرسل، وأتمنى إنكم تعبوه عشان نشوف رضاكم عن هذه الدورة، أو إذا عندكم مثلاً أي تعليقات لتطويرها إن شاء الله. برضو اللي حابة أو حاب يفتح المايك عشان يسأل مو مشكلة، تفضلوا إن شاء الله نفيدكم.
طيب بما أنه ما في أحد حالياً قاعد يسأل داخل، أوه جاء سؤالين مرة، بس خلينا نكمل الجملة أجل وبعدين نجاوب على السؤالين. في بعض المعلومات اللي قد ما يعرفها الجميع، على وهو أن الهندسة الطبية والهندسة الكهربائية لهم علاقة قوية جداً وطيدة مع بعض. هذا أحد أسبابهم أنهم أصلاً حالياً نحن عندنا نادي IEEE يتبع الهندسة الطبية ويتبع الهندسة الكهربائية برضه. قد ما يكون عندكم علم، ولكن في أعرف شخص، مش شخص، مهندس مشهور أغلب الدفعات 20 فوق كلهم يعرفونه أكيد، قطعاً أكيد سميرة تعرفه، وبالنسبة لعلي فدرس لي أنا وعلي، كان تخصصه عبارة عن هندسة طبية، تخرج من الجامعة ماجستير ما البكالوريوس هندسة طبية، ولكن يوم راح أخذ الماجستير خذها بالكوميونيكيشن، وهذا أحد الفروع اللي تكلم عنها علي، فصار هو حالياً ما يدرسنا كان في قسم الكهرباء. فالبيوميديكال والإلكتريكال لهم علاقة وطيدة جدا كبيرة مع بعض. أنت أصلا لو بدكم تكملون بعدين مستقبلا كماجستير أو دكتوراه تقدرون تحولون من البيوميديكال للإلكتريكال، بس في الحالة هذه حتضطر تأخذ بعض المواد الإضافية الزائدة على الموضوع هذا. وحاليا في سؤالين تقدر تجاوب عنهم سميرة وعلي. أول شيء بالنسبة لزهرة تسأل وين أماكن تدريب الهندسة الطبية؟ أماكن التدريب غالباً راح تكون بالمستشفيات، في عندك مستشفى الموسى، مستشفيات المانع موجودة هنا صح؟ أو ممكن طبعاً هذا اللي موجود في الأحساء، في برضو تدريب يكون خارج الأحساء في مستشفيات أخرى، مثلاً عندك في الرياض، حتى في من الجهة الشمالية. غالباً أي مستشفى تقدري تتواصلي معه وتقولي له أن أنا حابة، إذا بتدرب يعني من نفسك، أن أنا حابة أتدرب، وممكن يسألوك بعض الأشياء عشان تثبت أن أنت طالبة. لكن بالنسبة للتدريب اللي راح يكون إجباري، الجامعة راح توفر قائمة الكلية راح توفر لنا قائمة بالمستشفيات وأماكن التدريب، لأن برضو أحياناً ممكن تكون مصانع، يكون مستشفى وله مصنع أو شركة للصيانة، فبرضو كل هذه الأشياء راح توفرها الكلية، وبالتالي أنت وين يعني حابة تكوني متواجدة تقدمي، وإن شاء الله يتم قبولك يعني في الشركة أو أماكن أو مكان التدريب اللي أنت تبغين. طيب بالنسبة للمجالات، الأماكن وين ممكن نتوظف، وين ممكن نشتغل لو تخرجتي كمهندسة طبية؟ طبعاً أول شيء لازم تعرفي إن مسماكي راح يكون مهندس، مهندسة، فبالتالي بس عشان مسماكي مهندس أو مهندسة هذا الشيء ما راح يحدد، لأن خصوصاً في الهندسة الطبية الحيوية لأنها جداً شاملة، فممكن تكوني حتى تشتغلي كمديرة مبيعات سيلز. كثير أشوف من الطالبات اللي تخرجوا من الهندسة الطبية توظفوا في مجال المبيعات للأجهزة الطبية، حيث أنهم يقدروا أنهم يسوقوا للمنتجات الطبية برضو حسب خبراتهم، لأنهم فاهمين في هذا المجال. غير عن مديرة مبيعات، ممكن تكوني برضو تشتغلي في المستشفى كأخصائية، أو ممكن في هيئة الغذاء والدواء. هنا راح يكون عندك، راح تكون مهمتك مراقبة الجودة للأجهزة الطبية، أو بشكل عام أي مجال أكاديمي ممكن تتوظفي فيه. أيضا في شركة واء للصيانة، زي ما قلت ممكن مستشفيات أو شركات للصيانة، ففي هذه الشركة برضو لصيانة الأجهزة الطبية الحيوية. هل شرط أماكن تدريب الهندسة الطبية اللي من الكلية داخل الأحساء؟ لا مو شرط، مو شرط داخل الأحساء. أعرف بنات كان تدريبهم في الرياض وتكلموا عن تجربتهم، في برضو بنات دربوا في الدمام، فمو شرط إنه من الكلية يعني داخل الأحساء. بالأخير مو كنا أصلاً من الأحساء، في بنات في السكن، فأنت واللي يناسبك. برضو بالنسبة للمستقبل الوظيفي للهندسة الطبية الحيوية، ممكن أن ما يكون أنا عندي كثير فكرة بهذا الشيء، لكن بإذن الله رح يكون في قريباً النادي IEEE رح ينظم مساحة في تويتر، ورح يكون فيها مهندسة
جدا غنية على التعريف الصراحة في الكلية، وما شاء الله عليها فخر. فخليكم مترقبين لهذه الفعالية وأحضروا السبيس، تستفيدوا منها كون إنها تخرجت ما شاء الله وعندها خبرة أكثر في مجال التوظيف. الله يعافيك. صح، في شيء برضو بنبه عليه، إذا أنت راح تشتغلي أو من اهتماماتك إنك تشتغلي في مستشفى، طبعا زي ما قلت مسماك الأساسي راح يكون مهندس أو مهندسة، فبالتالي راح تاخذي أنت الرخصة من هيئة أو رقابة المهندسين. هذا الشيء كونك إنك تاخذي الرخصة من هيئة المهندسين راح يحط لك مينيموم تقريبا 7000 للراتب، لأنه خلاص من رقابة المهندسين هذا هو الشيء. لكن أحياناً إذا رحتي تشتغلي في مستشفى أو في مستوصف، ممكن خلال العقد ما يحطوكي مسمى مهندس، يحطوكي مسمى وظيفي آخر، بحيث إنه يعني وبرضو يطلبوا منك ممكن حتى رخصة للتخصصات الصحية عشان تتوظفي عندهم في المستشفى. ممكن حتى يعطوك راتب أقل، ممكن يسموك فني أو مندوب. فعشان كذا هذا الشيء لازم تنتبهي عليه في خلال إن شاء الله اختيارك للوظيفة، وطبعا لازم الواحد ينتبه للعقد الموجود. هذا أنا زي ما قلت لك، رخصة التخصصات الصحية ورخصة المهندسين مختلفين. إذا أنت أخذتي رخصة المهندسين راح يكون شغلك صيانة، مينتنس، جودة، بحيث أنه يعني كل فترة تشيكي على الأجهزة الموجودة، فهذا الشيء خاص بالمهندسين، عرفتي. لكن زي ما قلت أنه ممكن بعضهم ما يسموا ما يعتبروا المسمى الوظيفي اللي هو أخصائي أجهزة طبية، عرفتي، فيسموك فني أو شيء زي كذا، ويطلبوا رخصة تخصصات صحية. هذا الشيء للأسف كون إنه لسه ما اعتمدوا اللي هو المسمى أخصائي أجهزة طبية، يسموها فني، عرفتي. فهذا الفرق، ولا هو بتسوي نفس الشغل، فقط لازم انت تنتبهي الصراحة للعقد، ولا الأفضل انك تاخذي رخصة المهندسين. هل من ضمن مجال المهندس الطبي تصميم الأجهزة الطبية؟ نعم، خصوصا في ان لو نرجع الحين هنا مثلا، ممكن تصممي اي جهاز بحيث انه يفيد المرضى، يفيد المجال الطبي بشكل عام، وما توقف فقط على أجهزة طبية. فالأجهزة الطبية ممكن حتى تكون أطراف صناعية، ممكن إنها تكون أنسجة، نسيج، جلد، عرفتي. فنعم، هذا من ضمن مجال المهندس الطبي إذا ما اشتغلتي في المينتنس مثلا، كملتي ماسترز ورحتي تخصصتي بأحد، خصوصا هندسة الأنسجة والهندسة العصبية، هذول اللي فيهم كثير شغل في تصميم الأجهزة الطبية، عرفتي؟ فهذا غالبا راح يكون بعد ما تاخذي ماسترز أو تتخصصي في شيء معين زي ما قلت. لكن غالبا بعد البكالوريوس راح يكون الشغل الأساسي مينتنس، جودة أو إدارة مبيعات. بس أذكركم برابط الاستبيان انرسل، فأتمنى منكم أنكم تتعبوا، وإذا في برضو أي أسئلة هندسة كهربائية، هندسة طبية حيوية، تفضلوا وتقدروا أيضا تفتحوا المايك.
هل ضمن شغل المهندس الطبي بالمستشفى تصليح الأعطال بالأجهزة الطبية؟ شوفي، هذه يصير فيها اختلاف، لأن أذكر دخلت في نقاش، فكثير من البنات كانوا يقولوا إنه لا، مش هذه مو شغلة المهندس الطبي في إنه يشغل الأعطال بالأجهزة الطبية، هذه خاصة بالناس اللي ماخذين من نفس الشركة، يعني حاطينهم موظفين هم اللي يهتموا بالأعطال اللي تصير بالأجهزة الطبية. فحتى مو شرط إن يكون الشخص اللي يصلحها أصلاً دارس هندسة طبية حيوية، ممكن يكون ماخذ مثلاً دبلوم في هذا الشيء. فبشكل عام بقول لا، لكن مرة ثانية بسبب المسميات ممكن إن المهندس الطبي هنا يضطر إنه يصلح الأعطال. لكن بشكل عام المينتنس أو اللي فيها اللي هي إدارة الجودة، هذا الشغلة الأساسية للمهندس الطبي. فمراقبة الجودة بحيث إنه مثلاً كل فترة وفترة تمر على الأجهزة تتأكدي إن جودتها لا زالت كويسة، إذا كان فيها أي عطل خلاص تحطي ستيكر والباقي تتكفل فيه الشركة. هذا يعني اللي يصير بشكل عام هنا. طيب عندنا سؤال من فاطمة عن موضوع المستقبل الوظيفي لكونكم مهندسات إن شاء الله في المستقبل. طبعا ما بكتب عليش، أنتوا الحين في مرحلة البداية، صحيح أن أنتوا ممكن أول دفعة أو ثاني دفعة في الهندسة الكهربائية قسم البنات، وعن ما تتخرجون إن شاء الله هي مبادرة أصلا من رؤية 2030 إن شاء الله بيكون في مهندسين ومهندسات، ويمكن حتى شفتوا على تويتر أن في يعني مثلا حتى في مهندسة الأيروسبيس ما شاء الله اللي وصلت يعني مستوى عالمي. فالمهندس اللي هو يحتاج مثلا الشغل، ما يحتاج شغل يعني تتوقعين مثلا شغل يد، لا هو بس إنه شغل إنه يروح مكان بالسيارة، يدخل يشوف مثلا أنظمة التحكم يتأكد أن السيستم قاعد يشتغل، أو يروح مثلا يشوف مدخل ومخرج الطاقة صحيح ما في مشكلة ما في خسائر، فهو فعلا يكون نظري. والجزء الثاني من الوظيفة هو أنه بيكون قاعد على الجهاز في المكتب يشتغل شغل على الكمبيوتر. فحتى بالنسبة لنا احنا الرجال الحين الشغل اليدوي قليل، يعني ممكن يكون ساعات موجود على حسب الوظيفة أو على حسب الإدارة، ممكن يقولون المهندس أنه يروح ويسوي ولا يسوي، بس إن بشكل عام الوظيفة لا، المفروض أنها بس هو يروح يشوف، لأن اللي يشتغل باليد يسمونه فني، وأنت إن شاء الله إذا تخرجتي ما بتكون فنية، بتكونين مهندسة. فهذا شيء وهذا شيء، فبيكون بس بالإنسبكشن تشوفين ها صير كذا ولا في خطأ، لا والله في خطأ، تروحين تراجعين مثلا عندش ملفات ولا كذا تراجعين الموضوع. غير كذا إن شاء الله شغل اليد يعني قليل. برضو استكمالا لجواب علي، ترى بخصوص بعض الجامعات الثانية موضوع الهندسة الكهربائية للبنات موجود من زمان، يعني مش شيء جديد بالنسبة لهم عليها، لكن إنما هو تخصص جديد في جامعة الملك فيصل، فأكيد يمكن البنات قاعدين يواجهون مشاكل، فتقدرون أنا أفضل برضه الحين تواصلون مع البنات اللي تخرجوا من الجامعات الثانية، تويتر ما شاء الله يعني ممتلئ في الأشخاص زي كذا، تقدرون تسألونهم عن الموضوع هذا دايركت، هل تشوفون توظيف، هل تشوفون بعد ما تخرجت هندسة كهربائية إيش رأيك في الموضوع؟ أتوقع برضه بيكون هذا شيء جدا ممتاز بالنسبة لكم. بالنسبة لسؤال الزهراء، التنافس دوما موجود، ما أدري إذا بيكون قوي ولا ضعيف، ولكن هو عندكم هذه القسمين وعلى حسب طبعا الرغبة الأولى والرغبة الثانية
ممكن تنحط الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية، وعلى حسب التخصص اللي الواحد يقدر يدخل فيه فقط لا غير. علي الجواب ولا؟ أيوة، بالنسبة لهذا السؤال أنا شوي مو متأكد من قسم الهندسة الإلكترونيات، قصدكم من طرف البيوميديكال ولا من طرف الإلكتريكال؟ لأن حتى عندكم مثلا الإلكترونيات، بس إذا من طرفنا هو باختصار التعمق في أي مجال راح يكون بعد البكالوريوس. أوكي، الهندسة الكهربائية هو بيكون تعمق في أي مجال، بيكون أكيد ما بعد البكالوريوس. هل إذا تتكلمين مثلا من ناحية الإلكتيفز، المواد الاختيارية ما عندنا حق الإلكترونيات للأسف، ولكن ممكن في المستقبل تقدر تختار باور إلكترونيكس. الباور إلكترونيكس طبعا جزء من الإلكترونيات، بس إنه مركز على القوة أو الطاقة عفوا، مو عن الإلكترونيات نفسها. برضو هذا تقدر تعتبره من نقطة مهمة جدا، أن الإلكترونيكس دائما تكون شيء، يعني تدخل كل شيء الإلكترونيكس، يعني صح، دائما تدخل في أي مجال، حتى يعني البيوميديكال ياخذونها لأن هي تدخل في المجال وتخليه أقوى، زيها زي نقدر نقول زي موضوع الكنترول. موضوع الكنترول برضه يدخل في كل مجال، يدخل في الباور كنترول، يدخل في كل شيء، في حاليا كنترول. نفس الشيء بالنسبة للإلكترونيكس، كل شيء في إلكترونيكس. فموضوع التعمق في الإلكترونيكس يعتمد على السؤال، تتعمق بإيش بالضبط؟ هل تعمق بالباور؟ تقدر تعمق بالباور، باور إلكترونيكس، وفي هذا مادة اختيارية لنا. غالبا المادة الاختيارية هذه أغلب الطلاب تاخذها، لأنها مادة نوعا ما يعني عاد أغلب الطلاب عاد ينزلونها. فنقدر نقول كذا ان بالنسبه للهندسه الكهربائيه عندنا ثلاث مواد: الكترونكس 1، الكترونكس 2، والباور الكترونكس. علي سؤال اخر لك. ايوه، توني قاعد اقرا بس لانه بالعربي وبالانجليزي شوي، جزء منه يمين جزء يسار. التعمق في الكودينج، يعني في مواد كثير عندنا في القسم حق الكودينج. اوكي، فمجال الكودينج مفتوح يعتبر، وحتى مشاريع التخرج ممكن تكون عبارة عن كودينج بحت، مو مشكلة. بس لازم يكون في يعني فرق ما بين هندسة الحاسب والهندسة الكهربائية. يعني ممكن مهندس كهربائي يكون متعمق في الكودينج، بس راح يضطر انه يشتغل على نفسه اكثر، لانه اوريدي في ناس اللي هم مهندسين، مهندس حاسب ممكن اوريدي هو يشتغل على الكودينج يعني 4 سنين البكالوريوس. فهذه نقطة مهمة، أن الواحد بيشتغل على روحه بعد. إذا تسمح لي علاوي برضه أكمل معاك بخصوص موضوع هذا، لأن أنا أنترست بموضوع هذا نوعا ما. كلام علاوي صحيح تماما. الكودينج المشكلة عاليا في السوق العمل السعودي أنهم يطلبون الشهادة أكثر من الخبرة. فأنا قد يكون مثلا عندي خبرة عالية في الكودينج، بس يوم أروح أتوظف يقول لي أنت مش حاسب، أنا أحتاج واحد حاسب. فهذا يكون واحد من الإشكالية الأولى. الشيء الثاني الايجابي انك تقدر برضه ككهرباء تكمل ماستر كودينج، وتقدر تاخذ دكتوراه بموضوع الكودينج والكودينج والبرمجه هذه. وعندنا حاليا مثال حي الدكتور سليم شطوره نتكلم عنه، علي كم هو دخل هندسه الكهرباء، او يمكن بدايه ما دخل اصلا الكهرباء، بس حاليا هو يدرس لنا الكهرباء، بس في النهايه هو ماخذ الدكتوراه اصلا. وش ماخذها؟ كبرمجه. يعني حتى الحين لو تشوفون الدكتوراه حقته دكتوراه في البرمجه، ولكن هو برضه قاعد يدرس الكهرباء حاليا. فموضوع الاستكمال او الاستطراد في موضوع الكودك او موضوع اخر، اموره بعد الماستر سهله جدا، او بعد عفوا البكالوريوس سهله جدا، وتقدرون الان تشغلون نفسكم عليها. يعني في كثير مواد تعتمد على الكودك. عندك بروجرامينج هي ماده كودينج اصلا، عندك ماده المايكرو بروسيس فيها كودينج، ماده المايكرو كنترول فيها كودينج. الكنترول ما فيها كودينج، ولكن اللاب حقها يعطى فيه الاردوينو. فاللي حضروا ماده، اذا في احد منكم حضر ورشه الاردوينو ولا لا؟ لكن ورشه الاردوينو احنا تعلمناها، ما تعلمناها من ورشه فعليا، تعلمناها في معمل الكنترول اللي هو كان تقريبا اغلبيته عن الاردوينو.
وكذا أتوقع كافي. أنا أشوف تقريبا حاليا الأسئلة شبه خلصت، فإذا أحد عنده أسئلة أبد نحن بالخدمة تماما، أو إذا أحد عنده تعليق شيء البث مسجل تقدرون ترجعون لنا أيوه. إن شاء الله بننشرها، يعني بننشرها هذا الأسبوع غالبا في اليوتيوب وتحصلوا في اليوتيوب. مادة المهارات الحاسوبية الهندسية فيها نوعا ما كودينج نقدر نقول ولا لا، هي فيها كودينج بس مو ستاك الكودينج، هي ماده عن طريق استخدام برنامج الماتلاب، طبعا هي ماده عامه للجميع فالكل لازم ياخذها، وبالنسبه للبايوميديكال وبالنسبه للالكتريكال فهي ماده مهمه جدا جدا جدا، لان تعتمد كثير اشياء مستقبلا عليها، يعني تكلمنا عن موضوع السيجنال، كيف تعالج اشارات السيجنال، اشارات الكهربائيه احيانا صعب تعالجها فعليا عباره عن الدوائر الكهربائيه، خصوصا انك انت بتتعلم حاليا. بيكون الاشياء هذه كلها بتكون شغاله وين؟ نشتغل على الماتلاب، الماتلاب فيه سيميليشن الموضوع هذا تقدر تشتغل عليه، فهذا موضوع اساسي جدا. والماتلاب يدرس بالمهارات الحاسوبيه، يعني نقدر نقول بدل المهارات الحاسوبيه هي ماده ماتلاب اصلا. اتمنى يكون جاوبت على السؤال. بخصوص البث في الفيديو برسل لكم اياه في الجروب العام ان شاء الله عشان برضو ما تعانون فيه. واي شيء ان شاء الله حاليا مستقبلا بيكون على طريق الزوم ان شاء الله بنرسله باليوتيوب. يعافيك ربي يا رب. هل في احد وده يقول كلمه اخيره؟ سميره، علي، ترى حتى الحضور لو احد يبي يفتح المايك حاليا الموضوع متاح، تقدرون تفتحون المايك. انا صراحه حاب اشكر نادي اي تربل اي، في هذه الفرصه بالنسبه لي كانت، يعني لما كلمتوني وقلتوا لي ان في شيء زي كذا فرحت حيل، لان بعض الاحيان لما نكون يوم التهيئه الرسمي اللي يكون مثلا مع الدكاتره ولا كذا شوي الواحد ما يقدر ياخذ راحته، خلينا نكون واقعيين مع بعض، ولكن لما نكون احنا طلاب واحنا قاعد نتكلم عن تجاربنا، عن شنو اللي ممكن يصير وشنو اللي يعني الشيء صار فعلا، قاعد نتكلم عن حقيقه فعلا صارت وشنو ممكن نحسنه في المستقبل بالنسبه للاجيال القادمه، فهذا شيء حلو جدا يعني، فاشكركم الصراحه. يعطيك العافية. بعد برضو في نقطة هنا ملاحظة ودي أنوه عليها، دائما إحنا نضيع الفرص كثير كطلاب جدد أننا نخجل من أننا نسأل، يعني تحصل واحد دفعة 22 أحيانا بعضهم يستحون يسألون دفعات كبيرة، يقول لك أوه كبير مشغول ما أنا فاضي لك، وصحيح أنه مشغول صحيح أنه أحيانا يكون ما فاضي لك، بس أحيانا يحتاج تتجرأ وتسأل إيش رأيك في التخصص، إيش رأيك في الدكتور الفلاني، احيانا السؤال هذا يوفر عليك عناء انك تجرب. ترى نحن يعني بعض الاشياء انا اقول لكم اياها، انا كعبد السلام في بعض التجارب عندي لو اعيدت بي الكره ما سويتها، ومنها كان الفصل الماضي، في الفصل الماضي كنت مصر على اني اسوي شيء وللاسف ربعي ما سووه، قلت خلاص معاكم بقتنع براي ربعي، لو اعيدت بي السنه حاليا كان سويته، لانه في كثير احيانا يعني اشياء تجارب ما تقدر تاخذها، يعني اذا جربتها انت حتندم او حتخسر سواء درجات، حتخسر وقت، حتخسر جهد، حتقلق على الفاضي من الآخر. ولكن لو سألت أحيانا سؤال واحد لحظة واحدة تجرأت وقدرت تسأل فيها، صدقني أحيانا توفر كثير أشياء معك. شوف أي بخصوص بيان، بخصوص السؤال هذا بشكل عام، بشكل عام المهندسين نوعا ما ليدرز، نوعا ما أغلب أشغالهم شغل مكتبي، يعني أنا عن نفسي بتكلم حاليا من تجربة التدريب اللي عشتها، التدريب اللي يشتغلون في يدهم التكنيشنز والانجينيرز، هم اللي يقعدوا في المكتب هم يسوي الحسابات ويرتب المواضيع هذه، هو يقول للتكنيشن ايش تسوي، يعطيهم كذا دروينجز يمكن 100 صفحه دروينجز، يلا روح اشتغل روح سوي زي كذا، فهو غالب شغله مكتبي. بخصوص الاشياء اللي يدويه يعتمد على حسب المهندس نفس، يعني ما يخطر لي صراحه حاليا في عمل انك بحيث تشتغل بيدك الا اذا كانت شركه صغيره نوعا ما، حيث الشركات الكبيره نحن نتكلم انت مهندس
تسوي رسوماتهم على ذلك، ولكن الشركات الصغيرة نوعا ما قد تحتاج أنت تصمم الشيء بعدين تروح تسويه، أو قد نقول أشياء اللي بتكون أنت تحبها، مثلا مسابقة مثلا أنك تصنع سيارة كهربائية على سبيل المثال، فأنت في الحالة هذه حتروح تسوي السيارة ديزاين، مين بيسويها؟ مين بيسوي لك فعليا؟ عندك تكنيشن؟ لا ما عندك تكنيشن، في الحالة هذه أنت تسويها بيدك، فقد يكون شغف داخلي، ولكن بشكل عام ما أتوقع المهندس بيشتغل بيده إلا بحالات يعني. كمهندسة ترى المهندسين كلهم كذا، فتقدرين تقول إن كل شغل الهندسة حق مكاتب وكلهم حق بناء، ليك تقولون الجملة هذه فعليا، بس النقطة أحيانا مش موضوع إن حق بنات ولا مش موضوع بنات، أحيانا بكل مكان مش مهيئ. يعني كيف أقول لك المكان مش هيئ؟ يعني الشركة اللي تدربت فيها مثال آخر، لأني هي مثال أشوف من واقع الحياة، ما كان فيها ولا مهندس، يعني رسميا كلهم مهندسين، ففي الحالة هذه يوم تجي مهندسة تقدم لهم يقول لك انا وش اضيفك؟ اوكي انا بجيبك، انا مقتنع بقدراتك، بس انا احطك هو ما في مكان اقدر احطك فيه لحالك، او انك تقعد بنص المكاتب بينك 20 رجال، احيانا هم يستصعبونها نوعا ما. ففي الحاله هذه نروح للشركات اللي عندها مهندسات، وفي شركات كثير يعني ارامكو سابق اتوقع عندهم الموضوع هذا وشغالين عليه، فبالنسبه هذه خيارات تعتبر ممتازه بالنسبه لكم. راح تفكر كيف؟ أتمنى أني أجد عن سؤالك. بيان العفو ولو بالخدمة. العموم هي ترى يا جماعة خمس دقائق بس وبننهي، فأقولها مرة ثانية اللي عنده سؤال وخايف يسأله أو حاس أن السؤال غبي يتجبر ويسأل، ترى نهاية نحن طلاب زيكم، نهاية نحن تكبنا زيكم، في نهاية كنا نتمنى أن يوجد أحد أحيانا نسأله وما ندي من نسأله، ففي الأشياء هذه يفضل حتى لو سؤال غبي تحسه غبي تحسه ما له داعي تحسه مش مهم تحسه سؤال بتضحك عليه عادي اسأل، ترى الأمور هينة جدا، حتى أصلا العدد قل يعني تقدر تسأل الحين ما حد بيسمعك أصلا غيرنا نحن موجودين. بخصوص موضوع الفتح التخصصات الهندسية، هذا الشيء مش بيدي ولا بيدك ولا بيد الدكاترة ولا بيد العميد، هذا شيء يحتاج دراسة ويحتاج موضوع عبث ويحتاج برضو أن ترفع للجامعة دراسة الجامعة، فالموضوع مش يعني بيدنا. يعني أنا عن نفسي من الأشياء اللي سمعتها أول ما دخلت التخصص أن التخصص بيوميديكال بيفتح الأولاد، أول ما دخلت التخصص كده سمعت الخبر هذا، لعد هذا يومك ما فتح. السنة الماضية سمعت خبر أنه بيفتحوا ماتيريال ساينس ديبارتمنت، وحتى اصلا اتوقع في رئيس الديبارتمنت، يعني الديبارتمنت هذه الماتيريال ساينس ديبارتمنت اتوقع موجوده عندنا في الكليه معترف فيها رسميا كاوراق، معترف فيها ان في اصلا لها رئيس، هذا سمعته من واحد من الشباب بس مش اكيد الكلام يعني ايوه، بس لحد الان ما فتحت لان في بعض الاشكالات. الموضوع هذا يعني كبير نوعا ما، مش نقدر انا ولا انت خلاص بيوم واحد يلا نفتح هندسه ميكانيكيه يلا نفتح. المحاضرة المسجلة في اليوتيوب يوم ننزلها في اليوتيوب على طول ننشرها في الجروب العام عشان تستفيدون منها إن شاء الله، جروب اي دبليو العام. إذا مش موجودة في الجروب بدك تسألين ربعك، أتوقع أغلب موجودين اليوم من الموجودين في الجروب يعني. على طاري اليوتيوب بعد في قناة أنا نفسيا استفدت منها واجد، شخصيا عفوا استفدت منها واجد جدا، يعني لو ما الله ثم هذه القناة يمكن ضعت في كذا مادة منها المواد الدوائر الكهربائية الإلكترونيات، اسمها نيسو أكاديمي بكتبها في الشات بس عشان الكل يستفيد منها. كنت بتكلم عن الموضوع شوي أبكر بس حبيت أن أعطي مجال للأسئلة، كان يمكن في أحد يسأل عن هذا السؤال. اسمها نيسو أكاديمي NESO أكاديمي، طبعا هي بالإنجليزي، ساعات يجيبون هندي يتكلم ساعات يجيبون ما أدري مين وشوي ممكن يكون صعب، بس طريقة شرحها تفهم اللي ما يفهم حرفيا. فهذه القناة حيل فادتني في المواد الأساسية، لأن إحنا كان علي أونلاين يعني تدريسنا في البداية كان أونلاين شوي تعب، فجدا حلوة هذه القناة وأنصحكم تتابعونها. هل تجاوب ولا أجاوب؟ جميلة تجاوبين ولا؟ اتوقع
ليسأل هل قصدك عن بايوميديكال ولا الكتريكال عشان نعرف اللي مين يجاوب، اني انا جاوبت كثير لعلي. بالنسبة للسؤال سواء كان التوظيف في أرامكو سابق وما إلى ذلك، هذه غالبا راح تكون للهندسة الكهربائية مو الهندسة الطبية صراحة. إيه الهندسة الكهربائية. صحيح أقنعتيني. طيب بخصوص الموضوع هذا سؤالي، إيش اللي يمنع أصلا؟ يعني إيش الحاجز اللي يمنع؟ ما أشوف مشكلة بالأشياء هذه، يعني أنا ليش دائما أحط نفسي حاجز؟ أو أنا ما بقدر، أو أنا لا أستطيع، أو أنا لا أقدر. ليش؟ إيش الشيء اللي يمنع؟ إذا أنت عرفت الشيء اللي يمنع عندك خيارين. الخيار الأول، هل أستطيع تغيير هذا الشيء ولا لا؟ إيش اللي يمنع؟ أن الشركة ما تقبل حاليا موظفين، هذا الشيء أنا مش بيدي، خلاص الله يعطيكم العافية، هذا قدر ربي وأسوي اللي أقدر عليه. إذا الشيء اللي يمنع متحكم فيه بيدي، مثلا يحتاجون مثلا لغة آيلتس إنجليزي، مثلا يحتاجون اختبار الإسري، يحتاجون خبرة 3 سنين، يحتاجون بلا 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 بلا، إذا الشيء اللي يمنع بيدي أتحكم فيه فأستطيع أتحكم فيه من الآن. فأحيانا مش لازم جاوب السؤال هل أقدر ولا لا، جوال إيش اللي يمنع، وأنا إذا عرفت إيش اللي يمنع أقدر أخليه ما يمنع. أنا هذا اللي بجاوب عليه. الشركات الكبار صراحة ما عندي علم فيهم كثير، نحن ما تخرجنا. قد يفيدك اللي هو السبيس حق يوم الأربعاء، بنعلن عنه إن شاء الله بعد شويات، بيفيدك كثير بموضوع ما بعد التخرج، وإيش أتوظف بعد التخرج، وإيش التخصص سواء البيوميديكال أو الإلكتريكال، وأنت الإلكتريكال برضو بيكون موجود ضيف مميز إن شاء الله جدا، وبيفيدك أكثر مني صراحة في الموضوع هذا. ولكن الشركات الكبار يعتمد على حسب سياستهم، يعني أحيانا يقبلون أحيانا ما يقبلون، يعتمد على حسب سياستهم، فما عندي والله جواب محدد، بس أرجع أقول إيش اللي ما يمكن. خلاص كده أتوقع وصلنا الساعة 9، وأتوقع الجميع سأل كل الأسئلة اللي عنده. يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم على حضوركم. والله أنا عن نفسي محاضرة استمتعت فيها جدا، كانت خفيفة لطيفة، خدنا وحدنا فيها. أنا عن نفسي أصلا مش محضر كلام ولا محضر شيء، بس جاي يعني جيت كده صرت المفروض يعني ما أتكلم ترى، بس كان الموضوع يعني نوعا ما حبي، لأن نحن طلاب الطلاب، وهذا شيء جميل جدا. دائما إذا كان الموضوع من طلاب إلى طلاب يكون في أريحية كثير، نقدر نسولف، تقدرون تسألونا، فحتى لو أحد عنده أي سؤال، ما أتوقع سميرة، ما أتوقع علي، ما أتوقع أنا أحد يقصر، أي شخص من الطلاب الدفع السابقة يعني إن شاء الله ما نقصر بتاتا معاكم، ويعطيكم ألف عافية جميعا، شكرا لكم، هكذا انتهي.